مفتوحة على الاتصال والتواصل. نظمت المدرسة العليا للعتاد المرحوم المجاهد بن المختار الشيخ أمود أيامها المفتوحة. قائد المدرسة العميد عبد الغاني مومن وقف في كلمته بالمناسبة عند مستوى التكوين والتدريب الذي بات يستجيب لمتطلبات العصرانة والاحترافية. تأتي هذه التظاهرات لتعزز التواصل بين المؤسسة العسكرية ومواطنيها من خلال العمل على تفعيل العمليات الاتصالية وتطوير مختلف قنواتها، تنفيذ لبرنامج أعباء مخطط لاتصال الجيش الوطني الشعبي لموسم 2017-2018 والمصادق عليه من طرف السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. هذا الصرح العتيق الذي سيسمح للمواطنين بالاطلاع عن قرب على واقع التكوين والتدريب في مختلف المستويات والتخصصات. عروض مختلف العتاد منه المجنزر والمدولب والمقلدات مع العتاد البيداغوجي مكن الزوار من مختلف الفئات العمرية من الاطلاع على مدى جاهزية الجيش في تأدية مهامه الدستورية. كاين بزاف تقنيات جديدة وتطورت من وقت اللي كانت فيه التورة حتى دوك تطورت بزاف، وعرفنا بلي كاين تقنيات جديدة وعرفنا بلي أنا في أمان وما نخافوش على روحنا مادام كاين في هاد في الجزائر كاين بزاف في الجيش كاين بزاف تقنيات وبزاف جنود عندهم قلبهم على الوطن وما يخافوا علينا كيما يخافوا على اولادهم. راونا اسلحه بزاف تاع العتاد الجزائري وراونا كيف بروسيجيو البلاد وشفنا انواع تاعها والاسلحه اللي يستخدموها في الحروب والانواع تاعها والقوه تاعها. جينا نشوفوا الاسلحه الضرائع كما كيفاش كما حنا نقولوا الجيش تاعنا واش راهو يستعمل. واني حسب لي كاين امان في هذه البلاد وحنبقاو توجور هكا وان شاء الله ربي معاهم. الايام المفتوحه تستمر 3 ايام وسيبقى جناح زوار رحبا مضيافا خلالها.